سمعت بلي راه مضروب، بصح انا نستنى فيه يجيني خبر مليح. قلت راه مضروب راك يداوي، كاين الطب والسبيطار، هو يخدم في عين ناجه، يدير في التكوين تاعو في عين ناجه. حتى انا جوي ثلاثه ولا ربعه، ربعه ولا ثلاثه جيتو، جاني خالو ومرته وجات اختي وجات بنتي اخرى هي ولادها وراجلها، جاو يطبطبوا. كي طليت عليهم انا قلت لهم خلاص، ضربه كبيره، مش غير ضربوه، ضربه نتاع موت. كي حليت لهم الباب خالو طول تلح في رقبتي وقال لي عظم الله اجرك، قلت له ما تقوليش. هذا الخبر الاليم اللي حتى نجدهم طاحت ودوها للسبيطار، قالوا هب اللي راه قتلوه. كيف قالت لهم في النهار كان عندي وديت له وعطيت له وعطيت له صورت له منه ومنه وسلم عليا وراح وكل ما لازم، وجانا بويا قال راه صفى واش من خمسه للسبعه صارت هادشي. قال ها صارت هذا الشيء اللي صار درك عظم الله واجركم وخلاص. قال نستناو في بيوم ويعطونا خبر، ما عطونوش خبر. قال نستناو حتى لثلاثة ونص، بعد ثلاثة ونص باش بينا نتصلوا في الجزائر بنات كان عامات وطبيبات، قالوا لا بالساعة راهم دخلوا لي جماعة زوج ولا ثلاثة، راهم حاولوا كش ما يسرقوا له شوية صور دوين حول البورتابل وداو له السيارة.